جينا بقى لغايه اخر لعبه ترابيزه معانا النهارده، واحنا في الاول خالص 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 كنت قلتوا ان انتوا اكتر حاجه بتتخانقوا عليها في البيت هي الايه؟ البازل. ايه البازل؟ ايه بقى اللي بيحصل بقى؟ احكي لي. بتتخانقوا ليه؟ عشان عادي ممكن ساعات يلخبط البازل. طب ونتخانق ليه لما يلخبط البازل؟ ما اسمها بازل عشان نتلخبط وبعدين نعرف نعملها وما نعملهاش، صح؟ هنتخانق بقى النهارده ولا هنعرف نكسب ولا ايه؟ نعرف نكسب. ليه هنعرف نكسب؟ ما هو الموضوع بقى محتاج ايه؟ تيم وورك. محتاج ايه؟ تكاتف كده، ومش محتاج اي اي خناق او اي حاجه من الحاجات دي. ماشي، اما نشوف. انا بقى طبعا مخبيه منهم البيسز لان هم عاملين يلعبوا وبيحاولوا ان هم ايه يعرفوا الحاجات من ورايا، بس كل واحد قدامه بيسز طبعا احنا شايلينها من الشكل اللي قدامكم. هقول ريدي ستدي جو، كل فريق يتعاون ونشوف مين اللي هيخلص البازل. يعني اللعبه دي للتعاون. اللعبه دي تعاون طبعا، عشان نشوف بقى التعاون هو اللي هيوصلنا ان احنا بقى اسرع، مش الخناق. اوكي؟ اوكي. اوكي؟ هنحاول دلوقتي. يلا ريدي ستدي اند جو. ظبطوا بقى كده الحاجات بتاعتك. هي يا دود. الله. ايه لوكي لوكي دلوقتي بينا بنحب بعض بقى وما بنتخانقش بقى وايه؟ علي مش هنتخانق صح؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله يعني. لسه في الاول. هنا بقى في صمت رهيب. انتوا بتتخانقوش انتوا في البازل؟ ها بتتخانقوا ولا بتتخانقوش؟ لا بتتخانقوش. بتتخانقوا اصلا عامه؟ لا. والله شاطرين، شكلكم هادين وحلوين. مفيش حاجه يعني تستاهل ان احنا نتخانق صح ولا ايه يا استاذ لايت؟ ركز لايت ومش هيرد عليا. الله، برافو. مالكش دعوه بيهم، انت ركز عندك انت. اهي الصور قدامكم. احنا قربنا نخلص هنا. قربنا نخلص هنا. مثلا بحر. مثلا لا دي غلط. لا دي فعلا. لا لا مش ممكن. احنا هنا بنخلص. احنا عندنا كام فيس هنا؟ واحد اتنين. احنا هنا بنخلص. احنا هنا بنخلص. الفريق ده يعني تعاون وصمت عشان ما بيتخانقوش في البيت على البازل. مش ممكن. ها ايوه ايوه صح. عينه دي بقيت عينه ولا ايه؟ دي ايوه صح. مش محتاجين مساعده. الله اكبر. انتوا لا احنا. طب ايه؟ ايه ايوه صح ولا ايه؟ صح. لا احنا مش عارفين هي فين. ازاي مش عارفين هي فين؟ هي دي يا لات؟ ايوه هي. لا. ايوه صح. هي هي. ايوه هي. ايوه هي هنا بيقول. خدت اخر واحده. يا نهار ابيض على الشطاره. يا نهار ابيض. عرفتوا بقى اللي ما بيتخانقش بقى في البيت على البازل بيحصل ايه؟ برافو جدا جدا. شطاره حلاوه طعامه. وكده يبقى وصلنا لغايه نهايه الجزء الاول، بس عندنا جزء تاني من رحلتنا لسه مكمله معاكم. استنونا بكره في نفس الميعاد. اوعوا تروحوا في حته تانيه خالص. باي باي.